المسلمين في أرضنا، وأنت رب ذلك والخاتم عليه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ودمر أعداءك أعداء الدين في كل مكان بقدرتك يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين على هذا العمل إلى تحقيق ما يرضيه في هذا المجال الذي تحتاجه الأمة، بل يحتاجه العالم كله في هذه الأيام الذي تمر به الأمة العربية بأزمات لا يعلم شدتها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وأحسن خلاص المسجونين، وارفع الأسرار عن المحاصرين من عبادك المسلمين، وارفع الغم عنا وعن كافة أهل الأرض يا رب العالمين. واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين.